أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوء والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، وقض لي فيه الحوائج والآمال. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هاديا إلى الحق المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.